أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد المتعب يقول: إذا أعطي المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم وكان هو من ضمن الغرماء، فهل يقتطع لنفسه؟ لا يقتطع لنفسه، لأن هذا وكيل، الوكيل لا يأخذ شيئا لنفسه، ولكن ويستأذن المزكي، يستأذن المزكي ويخبره بحاجته، فإذا أذن له الموكل فلا بأس. نعم.